مشاهدين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في جولة جديدة مع أهم الأخبار والعناوين الواردة في صحافة الغد. نبدأ معا بآخر العناوين الواردة مثلا في صحيفة اليوم السابع. المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض ملفات التعاون مع وزارة التنمية المحلية. كذلك في الأهرام، شكري يبحث مع رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة قضايا عمل المناخ الدولي. وفي الشروق، وزير النقل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي ليصبح 5 حارات في كل اتجاه. في جولتنا مع صحافة الغد نتحول إلى مجموعة من التفاصيل. نبدأ بأول عنوان، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض ملفات التعاون مع وزارة التنمية المحلية. أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية وأكثرها تشعبا. جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والأكاديمية. وقالت إن التعاون مع التنمية المحلية يتضمن كل خدمات الأكاديمية التي تقدمها، بدءا من تقديم الاستشارات لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، مرورا بإجراء الاختبارات التخصصية والعامة بالأكاديمية، بأن تكون معيارا لاختيار العاملين بالمحليات والمنصات التابعة للوزارة. كما أشارت إلى أن التعاون مع التنمية المحلية يتضمن أيضا مبادرة المسؤول الحكومي المحترف التي تستهدف تأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وتم تطبيق هذه المبادرة منذ 2.5 عامين وشملت 22 محافظة حتى الآن. أيضا في صحيفة اليوم السابع موضوع بعنوان، وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتصدي لاحتكار السلع أو رفع الأسعار. تقول تفاصيل، أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين اليوم أول أيام رمضان للاطمئنان على توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجهود ضبط الأسعار. شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وتوفر السلع وتلبية احتياجات المواطنين في رمضان، وكذلك المرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر ومعرض أهلا رمضان في المدن والمراكز لتوفير السلع للمواطنين. كذلك وجه شعراوي بحسب بيان للوزارة اليوم الأجهزة المعنية بتقديم كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا، مشيدا بالدور المجتمعي لبعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم، ومساندة جهود الحكومة في تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع المساعدات في رمضان. في صحيفة الأهرام موضوع آخر نتابعه بعنوان، شكري يبحث مع رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة قضايا عمل المناخ الدولي. بحث وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم مع جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة ومركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية. بحث قضايا عمل المناخ الدولي والتنمية المستدامة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية يأتي في ضوء حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بموضوع تغير المناخ. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. دكتور أهلا وسهلا بك أولا. أهلا بك يا أستاذ أحمد. في رأيك كيف ترى طبيعة الإجراءات الحكومية الراهنة استعدادا لعقد مؤتمر شرم الشيخ عن المناخ والتغيرات المناخية؟ في الحقيقة أنا أرى أن الحكومة المصرية بجميع قطاعاتها المختلفة
وعلى المستويات المختلفة تقوم بتنفيذ خطط استراتيجية لمواجهة كوب 27 وللتحضير لمؤتمر كوب 27 للتغير المناخ. ويمكن بالأمس القريب منذ 3 أيام كانت الهيئة العامة للرصاد الجوية لديها ورشة عمل عن التغيرات المناخية وحضرها العديد من الممثلين عن قطاعات الدولة المختلفة في الري والبيئة والزراعة والأكاديمية البحرية وكل قطاعات الدولة المختلفة، وكل له وجهته من حيث تأثير التغيرات المناخية على هذه القطاعات المختلفة. وبالتالي أنا أرى أن مثل هذه التحضيرات إيجابية تماما، ولذلك التوصيات التي تنتهي إليها مثل هذه الورش العمل أو المؤتمرات التي تعقد لمجابهة التغيرات المناخية هي مؤتمرات إيجابية وتوصيات إيجابية على الحكومة أن تتطلع إليها. نعم. على سبيل المثال أن هناك بعض البحوث التي ترى أن التغيرات المناخية هيكون له أثر سلبي كبير على التغذية بصفة عامة على مستوى العالم وتحديدا على مستوى دول أفريقيا والدول المتضررة من التغيرات المناخية، وقد يكون هناك بعض النباتات التي قد تنتهي ويكون هناك جديد، وهذه النباتات التي تعتمد على الزراعة السنوية أو الزراعة بالري عن طريق الأمطار، كما أن لها تأثير أيضا على الصحة وعلى البيئة. نعم. بصفة عامة وكذلك كل القطاعات المختلفة. دكتور علي، في رأيك ما هي أهم الموضوعات التي ستكون مدرجة على أجندة المؤتمر؟ أهم الموضوعات أنا يعني عاوز أقول أن مهما نجهز للمؤتمر ومهما نعد له العدة، فإن الدول الصناعية الكبرى لديها ما لديها من الاقتصاد الذي يمكنها من أنها ستستمر بالانبعاثات الكربونية، وليس على مستوى تخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. هذا غير منطقي من وجهة نظري، لأنه قد يمتد الأكثر من ذلك إلى عن 2100 وأكثر من ذلك نتيجة للحرب القائمة بين روسيا والغرب بصفة عامة، لأن لها أيضا احتياجات للطاقة والطاقة التقليدية لأنها غير مكلفة وما إلى ذلك من هذه المشاريع. فعلينا نحن في المنطقة العربية وإنشاء اتحاد عربي من أجل مواجهة التغيرات المناخية والدعم لهذا المؤتمر، لأن طبعا الحصول على دكتور علي، يعني ما هي أهم المحاور التي سترد في المؤتمر في رأيك؟ أهم محور أنه يكون هناك توصية بتنفيذ قرارات مؤتمر كوب 27 وكوب 25 اللي هو مؤتمر باريس، والذي يوصي بدفع الدول الصناعية الكبرى مبالغ نقدية للدول المتضررة من التغيرات المناخية بصفة عامة. وإحنا كدولة في جمهورية مصر العربية وباقي دول أفريقيا متضررين تماما من الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين وما إلى ذلك من روسيا وما هذه الدول الصناعية الكبرى. فلذلك الدعم المالي هيجعلنا نواجه هذه التغيرات التي تحدث على مستوى الكرة الأرضية. نعم. بالتكنولوجيا الحديثة بالزراعات الخضراء وما إلى ذلك من مشاريع استثمارية. نعم. صديقة للبيئة. هل هناك تأثيرات معينة بالنسبة للحرب الراهنة في أوكرانيا على مسألة المناخ؟ بالتأكيد طبعا، هذه الحرب لها نتائج سلبية على المناخ بصفة عامة، سواء كان حتى بالأسلحة البسيطة أو الأسلحة الثقيلة، لأنها كلها لها ضرر على الغلاف الجوي، لها ضرر على طبقة الإيزون، لها ضرر على الانبعاثات الكربونية الناتجة من الرصاص وما إلى ذلك من نطرات النيتروجين وما إلى ذلك من أكاسيد الكربون، لها ضرر على الحرائق التي تحدث من هذه الحروب. الضرر كبير وواقع على الكرة الأرضية، ليس فقط على منطقة روسيا وأوكرانيا ولكن على سطح الكرة الأرضية بالكامل، وبالتالي سيؤخر من الطاقة البديلة النظيفة الصديقة للبيئة. شكرا جزيلا لك دكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. أيضا في نفس الموضوع وفي الأهرام، وزيرة البيئة تستعرض آخر التطورات والمستجدات الخاصة بخريطة طريق مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. في التفاصيل، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لورشة عمل بعثة الأمم المتحدة والفريق التشغيلي المشترك للمؤتمر القادم في مصر، ضمن الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 والتي عقدتها وزارة البيئة في 29 وحتى 31 من مارس الماضي لمناقشة استعدادات مصر للمؤتمر المناخي المرتقب في شرم الشيخ.
جاءت الورشة بحضور كل من الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة والسفير أشرف إبراهيم منسق عام الجانب اللوجستي لوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الممثلين طبعا لوزارة الطيران المدني والسياحة والأثار والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن والهيئة الوطنية للإعلام وكذلك عدد من الجهات المعنية استعدادا للمؤتمر. استمعت الوزيرة إلى نقاط الاتفاق التي أسفرت عنها ورشة العمل والتحديات التي واجهت المشاركين، مؤكدة أهمية الوصول لرؤية واضحة لخريطة الطريق للمؤتمر وحل التداخلات بين مجموعات العمل. كما أكدت وزيرة البيئة حرص مصر والقيادة السياسية على خروج المؤتمر في أفضل صورة ليكون أيقونة متميزة يتحدث عنها العالم في التنفيذ والتنظيم والفعاليات، وهو ما تعمل عليه مصر خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الجهات المعنية. نتحول إلى موضوع آخر في صحيفة الشروق. وزير النقل يقول تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي ليصبح 5 حارات في كل اتجاه. تابع وزير النقل كامل الوزير معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين. كما تفقد الوزير مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي المرحلة الأولى في المسافة من دمياط وحتى جمصة في المنصورة الجديدة بمسافة 40 كيلومترا، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا في هذه المسافة وإنشاء 18 كوبري في الاتجاهين. كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل إنشاء كوبري توسيعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بحارتين مروريتين في كل اتجاه. كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم، وكذلك العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات من مطروح وحتى السلوم بطول 140 كيلومترا. كما تابع سيادته تطوير قطاعات الطرق بداية من القطاع حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كيلومترا، وتطوير القطاع من البرولوس وحتى رشيد بمسافة 60 كيلومترا، وتطوير القطاع من كوبري رشيد وحتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمسافة قدرها 55 كيلومترا، وتطوير القطاع من كوبري 27 وحتى سيدي كرير بطول 35 كيلومترا. كما تم الانتهاء من مسافة 7 كيلومترات في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد، وهذا الكوبري الضخم الذي سينجز إنشاؤه قريبا. إذن كانت هذه إطلالة سريعة على عدد من العناوين والموضوعات الواردة في صحافة الغد. شكرا لكم وإلى اللقاء.